السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحلو تمرين ديال الاعداد العقديه دوره يناير دوره يونيو 2015. السؤال الاول، اذا دائما غالبا ما كيطرحوا حل المعادله في مجموعه الاعداد العقديه سي. دونك اول حاجه كنديروها هو اننا كنحسبوا المميز دالتا. لدينا اولا دالتا يساوي ب أسي 2، ب أسي 2 هي 10، أسي 2 هي 100 ناقص 4 في أ 1 في سي هي 26. 26 يساوي 100 ناقص 104 يساوي، دونك هنا عندي 100 ناقص 104 هي ناقص 4، كنخسر 104 وكنربح 100، هي ناقص 4 أصغر من الصفر. إذا قلنا إذا كان أصغر من الصفر يعني المعادلة تقبل حلين عقديين. إذا المعادلة تقبل حلين هما زاد واحد يساوي، قلنا ناقص ب ناقص اي جذر ناقص دالتا، وقلنا حلين عقديين يعني كيكون اي، وهنا باش يكون عندنا الجذر موجب كنديرو ناقص جذر دلتا على 2 ا يساوي، دونك بي هي 10 ناقص بي غتساوي ناقص 10 ناقص اي جذر مربع ناقص دلتا، دلتا هي ناقص 4 دونك ناقص دلتا غتكون 4 هي 2، دونك 2 اي غندير 2 اي على 2 ا، ا هو 1 يعني 2. دونك كنبسط غنعملو بجوج حيت كاين جوج 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 غنختازلو بجوج، وغتبقى ليا الفوق ناقص 5 هنا ناقص اي على 1 هي ناقص 5 ناقص اي، والحل الثاني هو زائد 2 يساوي ناقص 5 زائد اي. دونك هادو هما الحلول، اس تساوي ناقص 5 ناقص اي ناقص 5 زائد اي، لان قلنا هما حلين مترافقين. ثم غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو بين ان بي، وهنا عندنا واحد النقط، هنا ما عندناش زيد ا وزيد بي وزيد سي، هذوك الالحاق سموهم هنا مثلا ا صغيره هي اللاحق ديال النقطه ا، بي اللاحق ديال النقطه بي، سي اللاحق ديال النقطه سي، دونك غنبينو ان اللاحق بي وثانيا الف، يعني ماشي شي حوايج هنا اللي هما قاصحين. هنا بي اللاحق ديال بي هنا غير هنا ما نديروش نساوي، خصنا حنا نحسبوها وفي الاخر تعطينا اي، بحال كيعطيونا النتيجه خصنا نجبدوها. هنا اللاحق بي هو ناقص 5 هو ناقص 5 زائد اي يساوي، دونك كنحسبو ناقص 5 زائد 3 كنخسر 5 ونربح 3 هي ناقص 2 زائد اي مقسومة على ناقص 2 زائد 3 هي 1 زائد 2 اي، دونك باش نتخلصو من هاد الاي هادي غنضربو في المرافق، دونك كنديرو القوسين، غنضرب هنا في 1 ناقص 2 اي، وغنضرب هنا في 1 ناقص 2 اي، يساوي هنا كيكون عندي غنشر هادي ناقص 2 في 1 هي ناقص 2، ناقص 2 في ناقص 2 اي هي 4 اي، ناقص اي واحد هي اي ناقص جوج اي اوسي 2، دونك اتونسيون هنا عندنا اي اوسي 2 كيساوي ناقص واحد، ناقص واحد في ناقص جوج هي جوج زائد جوج، هنا متطابقه ما غتعطينا واحد اوسي 2 هي واحد ناقص جوج اي اوسي 2، جوج اي اوسي 2 جوج اي اوسي 2 هي ناقص 4، لأن اي أوسي 2 ناقص 1 إذا ضربناها في 2 هي ناقص 4 مع الناقص هذا زائد 4 يساوي، دونك هنا عندنا ناقص 2 زائد 2 هي 0، 4 اي زائد اي هي 5 اي مقسومة على 5، دونك نختزل ب 5 وتلقينا اي، وهذا هو المطلوب، دونك نبينو أنها اي. دونك السؤال ب، استنتج طبيعة المثلث أ أوميغا أبي، دونك استنتاج من هنا. نحددو الشكل المثلثي ديال هادي باش يعطينا قياس الزاوية، الشكل المثلثي ديال اي، دونك قلنا يعني دائما نسال عليكم اي اشنا هي، إلا بغينا نكتبوها على شكل ا زائد اي بي، اي هي واحد حيت الجزء الحقيقي صفر عفوا، الجزء الحقيقي منعدم زائد واحد اي،
دونك 0 زائد 1 اي هي اي، يعني الجزء الحقيقي كيساوي 1 0 والجزء التخيلي كيساوي 1. دونك باش نديرو الشكل المثلثي غنديرو المعيار ديال اي هو جذر مربع 0 اس 2 هي 0 زائد 1 اس 2 يساوي 1، يعني ان اي يساوي 1 من دي 0 زائد 1 اي. وغير باش يبان لينا والزاويه اللي القوس ديالها كيساوي 0 هي بي على 2 يساوي 1 قوس بي على 2 زائد اي سينوس بي على 2 يساوي 1 بي على 2. اذا هنا الاستنتاج، الاستنتاج هو بسيط غير ما تركزوا شويه هنايا ان حسبنا هذه عطاتنا اي، وهادي باش كتفكر بها هادي، يعني قبل كاع ما يقول لي الاستنتاج باش غادي تفكرني، غتفكرني بالقياس ديال الزاوية، اشمن الزاوية هادي؟ بي، دونك لاغيمون ديال بي، هو لاغيمون ديال اي، ولاغيمون ديال اي هو بي على جوج، بتردد اثنان اي، وغير نشوف بي على جوج، هي 90 درجة، يعني ان المثلث غادي يكون قائم الزاوية، خصني دابا نحدد اشمن النقطة فاش غادي يكون قائم الزاوية، دونك هنايا اشمن المتجه هادي، اللحق ديال اشمن المتجه هادي؟ أوميغا اوميغا بي، وهذا شنو هو اللاحق ديال اوميغا ا. دونك علاش درت هذه هنا ودرت هذه هنا؟ لان كنا قلنا هذا اش كيساوي القياس ديالها هو لاغيمون ديال بي ناقص اوميغا على اللاحق ديال ا ناقص اللاحق ديال اوميغا يوافق بي على 2 بتردد 2 بي. اذا قلنا المثلث غيكون قائم الزاويه فين؟ هنا اوميغا ا اوميغا بي، يعني في النقطة اوميغا، اذا اوميغا ا بي قائم الزاوية في اوميغا، يعني هادي بغيت نديرها، يعني مازال ما كملناش الجواب، مازال خصنا نزيدو ونشوفو مثلا اللي يكون متساوي الساقين. اذا شفنا هنايا المعيار ديال هادي هو المعيار ديال اي، والمعيار ديال اي شنو هو؟ المعيار ديال اي هو 1، يعني ان حتى المعيار ديال هادي غادي يساوي 1، ولدينا المعيار ديال وهذا ممكن نفرقوه غادي يساوي جدا ولا كتاب عدد كسري ملي كيكون البسط ديالو ملي كيكون يساوي 1، يعني ان البسط والمقام متساويان يكافي ان ا ناقص اوميغا يكافي هذا شنو المسافه هادي اوميغا بي تساوي اوميغا ا. دونك الا كان هذا المثلث قائم الزاويه في اوميغا ولقينا اوميغا ا كتساوي اوميغا بي، اذا هو غيكون قائم، وبالتالي اوميغا ا بي قائم الزاويه ومتساوي، حيت كاين اللي كيدير غير قائم الزاويه وكيزيد، دونك دائما تاكدوا من المسافه شتاهم هو متساوي الساقين في اوميغا. وندوزو للسؤال ثلاثه، هنا كيعطيونا ازاحه ولا التحاكي ولا الدوران، هنا عطاونا الازاحه، هنا قالوا لنا دي صوره سي، مازال ما شفتش الاسئله، نترجم بعدا المعطيات، يعني بلا ما نكون كاع لاحق ديك الخاصيه ديال الازاحه، هنا دي صوره سي، عندي واحد النقطه سي، ونشوف لي صورات الاخر، حيت هنا فين كيتلفوا التلاميذ، ما كيتلف بين ديك السي صوره دي ودي صوره سي، دي هي اللي صوره سي بالمتجهه، بالازاحه ذات المتجهه، يعني غيكون عندنا نفس المنحة، دونك دي غادي تكون هنا، علاش؟ ما كيطلبوش مني انا ننشئ غير باش نعرف انا المتجهتين المتساويتين، حيت كاين اللي كيدير دي سي، دونك سي دي لدينا متجهة سي دي تساوي متجهة اي، لان هادي ازاحة درناها الازاحة، حنا اش كيطلبو منا؟ نقلبو على اللاحق دي، ها هما عطاونا النتيجة خصنا نجبدوها، دونك ما نطلقوش من هاد النتيجة، حنا غنعتبرو بحال ما عنديش اللاحق. اللاحق ديال المتجهة سي دي هو زد دي اللي هو دي صغيرة موان سي يساوي اللاحق ديال اي، اللاحق ديال اي هو عطاو علينا هنا هو 6 زائد 4 اي، يعني ان دي يكافي ان دي يساوي سي، غنديو ناقص سي هنا غنتنا سي، واللاحق ديال سي هو ناقص 5 ناقص اي زائد 6 زائد 4 اي يساوي ناقص 5 زائد 6 كنختار 5 كنربح 6 هي 1 ناقص اي زائد 4 اي هي 3
اي وهذا هو المطلوب. اذا دي دي هو لاحق النقطه دي هو 1 زائد 3 اي. ثم باء بين ان لاحق ديال النقطه بي ناقص لاحق النقطه دي على هذه كيساوي 2. دونك بلا ما نعاودوا بنفس الطريقه باش بينا هذا، غير هو في الاخر غادي تلقى يساوي 2. يستنتج ان النقاط مستقيمه، الا غير قال لك ماذا تستنتج انت غادي تعرف، لان هذا بي ناقص دي اشنو هو. حنا دائما كنخدموا ما كنحاولوش نحفظوا، علاش؟ لان الا فهمت داكشي كيبقى دائما مترسخ عندي. بي ناقص دي شنو هي؟ هي اللاحق ديال المتجهه دي بي. دونك اللاحق ديال المتجهه دي بي مقسومه على ا ناقص دي، اللاحق ديال المتجهه دي ا كيساوي، الى عقلتو على المتجهات باش يكون عندي هاد النقط هادو دي بي ا مستقيمه. كنا كنقولو حنا بلي مثلا يخرج لنا دي ا يساوي ك دي بي، كاع غنقراو الاعداد العقاديه. دونك هكا هادي هي هادي، راه غير الا جبنا دي بي لهنا راجعو لان دي ا على دي بي تساوي واحد العدد، هاد العدد هذا خصو يكون حقيقي، واحد العدد ينتمي الى ا، اذا النقاط مستقيمه. هذاك الشيء باش كنبينوها هنا، دونك غير مجرد اشنو غادي كيفاش غتجاوب على الاستنتاج، غير تقول لهم بلي هاد جوج هادي تنتمي الى ا. دونك بما ان جوج تنتمي الى ا، فان بي دي ا بي و دي و ا نقاط مستقيمه.